مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا برنامج بنات حواء وقناة الصحة والجمال. وحشتوني من الأسبوع اللي فات. عايزة أقول لكم إن الحمد لله برنامجنا برنامج بنات حواء بيقدم دايما كل جديد، وبرنامج بنات حواء برنامج مش عادي، بيقدم لك كل حاجة تخصك وتخص أسرتك وأكلات تفيد أسرتك. طبعا بعتولي كتير على صفحة البرنامج. احنا داخلين على الشتاء او يعتبر دخلنا في الشتاء، واتكلمت كتير قوي على وصفات للشتاء وازاي تحافظي على بشرتك في فصل الشتاء. النهاردة برضو تاني عشان كل بنات حواء اللي بعتولي رسائل ازاي احافظ على بشرتي في فصل الشتاء. اول حاجة من اسرار جمالك في فصل الشتاء هو المية. المية شيء رائع جدا، كل ما تشربي مية كتير في فصل الشتاء بالذات، لأن كلنا بننسى نشرب مية في فصل الشتاء. في الصيف احنا بنشرب مية كتير عشان الحر، لكن احنا بنيجي في الشتاء بنبقى حاسين ان احنا مش عايزين نشرب. لا، اشربي اشربي ميه بوفره كتير قوي علشان تحافظي على جمالك من التشققات، الجفاف، كمان تفضل بشرتك نقيه وصافيه. ده من اسرار جمالك. نيجي بقى للعنايه. اول حاجه، انت دلوقتي ممكن ما تهتميش قوي فصل الشتاء ببشرتك علشان جو ساقعه ومش قادره والميه ساقعه والكلام ده. لا، احنا عايزين نهتم ببشرتنا كويس جدا، ومن اهمها ان انت تعملي ماسكات، تعملي سكرابات كويس جدا، ترطبي بشرتك كويس جدا. وعايزين نقول معانا برضو الغسول مهم جدا جدا جدا، بالذات في فصل الشتاء. هو مهم في فصل الصيف بالنسبة للمسام ان هي بتكون مفتوحة، لكن احنا برضو عايزين نهتم اكتر في فصل الشتاء ان انت تغسلي بشرتك بغسول، واهم حاجة يكون الغسول مناسب لبشرتك اذا كانت دهنية او جافة او حساسة. تمام، وبيكون طبعا التنظيف ده اهم حاجة، زي ما قلت قبل كده في حلقات قبل كده ان هو مرتين في اليوم. تمام، اذا كنت خارجة، اذا كنت رايحة اي مشوار، حتى ميك اب لازم تنظفي بشرتك كويس. تمام، ومن اهم الحاجات برضو اللي هي بتحافظ على البشرة وجمال البشرة هو طبعا عسل النحل. عسل النحل اتكلمنا عنه حلقات وحلقات، وطبعا احنا بندخله برضو في اكلاتنا مع بطبخ بنات حواء، وبرضو معانا في بشرتنا وفي جمال بشرتنا، علشان هو مرطب طبيعي جدا، مرطب سبحان الله، يعني حاجة من آلاف السنين احنا بنستخدمه. برضو زي ما عملنا في حلقة تجميل عند الفراعنة ان احنا برضو دخلنا موضوع العسل، والعسل طبعا مهم جدا وبيحمي البشرة من الشيخوخة والعلامات اللي هي بتبقى ممتدة في البشرة، او العلامات اللي هي البيضة في البشرة. خليني اقول لكم دلوقتي عن ماسك طبيعي جدا انت ممكن تستخدميه، وممكن ناس كتير ما تاخدش بالها منه. هو شجرة الباباي او الباباز، ناس كتير عارفين بالاسم ده وناس عارفين بالاسم ده. شجرة الباباز دي مهمة جدا يا جماعة، ومن الاف السنين، يعني الشجرة دي ناس كتير قوي ما تعرفهاش. هي بتكون عاملة زي شبه المانجا كده، يعني لونها اخضر وبيبقى طعمها بصراحه حلو جدا، بس هي مهمه جدا في الماسكات اللي احنا ممكن نعملها. احنا ماسكنا النهارده ممكن نعمل الباباي دوت مع موز. الموز ده طبعا كلنا عارفين ان هو بيحمي البشره من التجاعيد،
وعلامات تقدم السن، تمام؟ انت ماسكينها دلوقتي، هنقوله ان هو انت بتجيبي الباباي ده او الباباز مع موزة، تمام؟ بتجيبي كمية صغيرة، انت هتقشريها عادي، تطحنيها كويس جدا، وتجيبي موزة معاها وتطحنيهم برضو مع بعض، وبرضو هندخل مع العسل اللي هو بيحمي وبيرطب البشرة. ده مهم جدا، انت لما تطحنيهم مع بعض او تعجنيهم مع بعض يبقوا معجون بسيط جدا، تحطيه على بشرتك وتسيبيه لمدة ربع ساعة. طبعا العسل بيجدد حيوية البشرة. خلينا نقول ماسك تاني، برضو الماسكات دي انا بقولها يا جماعة بتناسب كل البشرات، تمام؟ الماسك التاني معانا هو الحليب واللوز. طبعا اللوز ده احنا كلنا بناكله. هيجوا يقولوا لي انت بتعملي اللوز ماسك؟ ايوه، انت هتجيبيه او ممكن تروحي العطار تقولي له انا عايزه بودره لوز، هتلاقيها موجوده. بودره اللوز دي تجيبيها وتحطيها مع اللبن، وتعجنيهم برضو مع بعض، لان اللوز ده فيه فيتامين اي. فيتامين اي ده مهم جدا لبشرتنا، اللي احنا كلنا مفتقدينه ومش عارفين احنا بشرتنا ليه شحبة ومتغيرة ودايما فيها صفار، وانت مش عارفة هي ليه. هو من فيتامين اي، او انت ممكن فيتامين اي دوت تجيبيه من الصيدلية. لو انت حابة ان انت تستخدمي حاجة على بشرتك مباشر، ممكن في كبسولات كده فيتامين اي بتجيبيها من الصيدلية وبرضو تحطيها على بشرتك وعلى ايدك. اهم حاجة كل حاجة بنعملها اذا كانت من ماسكات احنا لازم بشرتنا وايدينا، تمام؟ وما تنسيش رقبتك، اهم حاجة، لان في ناس كتير قوي بيقولي انا بشرتي بيضت وبقت جميلة ورقبتي زي ما هي. لا، خلي بالك، بشرتك، رقبتك، ايديكي، خلاص. كمان الماسك ده مهم قوي 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 في الشتاء. مكونات الماسك: بودرة لوز، معلقة ومعلقتين حليب كبيرة، تعجنيهم مع بعض وتحطيهم على بشرتك. طبعا تبعدي خالص اي ماسك بنعمله يا جماعة، نبعد عن المنطقة الحساسة اللي هي منطقة العين، خلاص. تعجنيهم مع بعض وتحطيهم على بشرتك لمدة 10 دقايق، مناسب جدا، حلو قوي. يعني وانت الصبح كده صاحية وفريش كده، اعملي ماسك حلو لبشرتك، هينقي بشرتك ويخلي بشرتك كويسة ونضرة دايما. طبعا من اهم مشاكل الشتاء، ومن اهم مشاكل بقى التشققات والجفاف، طبعا من الاف السنين احنا بنستخدم الفازلين. الفازلين ده من ايام جدتي ومامتي، فالفازلين ده مهم جدا 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 في فصل الشتاء. استخدميه على ايديكي، استخدميه على جسمك، استخدميه في بشرتك، عادي جدا جدا جدا. بس من اهم الحاجات دي ان انت تكوني عامله حمام ميه، تحطي ايدي في حمام ميه ورجلك، ده برضو هيزيل الارهاق وهيزيل اذا كان مثلا في تشققات او اي حاجه. وبعدين تحطي الفازلين ده قبل النوم، هو مناسب قوي قبل النوم، تمام؟ طبعا فوائد الفازلين ده مهمة جدا، وهو بيحمي من الشمس ومن كمان الجفاف، تمام؟ وطبعا اهم حاجة ان احنا نقلل جدا في فصل الشتاء من استخدام الصابون، لان هو بيجف البشرة. اذا كان في ايديكي او على بشرتك، حاولي ان انت تستخدمي صابون يكون فيه مرطبات، بيكون فيه زيوت، تمام؟ يكون فيه زيوت اكتر، تمام؟ وطبعا برضو ما تنسيش ان انت يكون تبقي عارفه ايه نوع بشرتك علشان تستخدمي الصابون المناسب ليه، عشان ما يبقاش فيه ضرر بعد كده.
ومن اهم برضو الاطعمه اللي هي الغنيه بحمض الدهني او اوميجا 3. طبعا يا جماعه اوميجا 3 مهمه جدا جدا لبشرتنا لجسمنا عموما. يعني اوميجا 3 ده مهم قوي قوي بالذات للسيدات. اقول لك بقى على الاكلات اللي انت ممكن تاكليها، زي ما طبعا احنا بنقدم في برنامجنا برنامج بنات حواء مطبخ برضو بنات حواء، وهو بيقدم لنا اكلات صحيه تفيد كل الاسره، وبرضو ازاي تستخدمي الهرم الغذائي، وان انت تعرفي ازاي تاكلي ولادك اكل صحي. منها طبعا زي ما قلنا الأطعمة الغنية بأوميجا 3، هي سمك المكاريل، سمك السلمون، سمك أو زيت كبد الحوت، وسمك السردين، والبيض والسبانخ. مهمين جدا 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 يا جماعة، خلي بالكم من موضوع السبانخ ده، مفيد جدا للأطفال ومفيد لينا إحنا ككبار برضو. يعني زي زمان كده كان يقول لك السبانخ بتقوي العضلات، هي فعلا بتعمل حاجات كتير قوي، فيها فوائد كتير قوي. نيجي بقى من أهم حاجات في الشتاء، إحنا قلنا التقشير، أهم حاجة التقشير بانتظام. اتكلمت قبل كده، عملت لكم ماسكات قبل كده، وعملت لكم سكرابات قبل كده على الهوا، اللي هي انت بتجيبي من اهمها السكر، ومعاها كريم، او هتلاقي برضو على صفحتي الشخصية هتلاقيها، او على صفحة البرنامج هتلاقي برضو وصفات وسكرابات كتير انا منزلاها، وصفات كتير برضو ماسكات عشان عنايتك بالبشرة والشعر. وبرضو احنا عايزين برضو التقشير ده ما يبقاش مثلا مرة تعملي مرة وخلاص، لا احنا عايزين يعني نهتم قوي بالذات في فصل الشتاء ان احنا نعمل تقشير لبشرتنا بطريقة طبيعية، واهم حاجة يكون مرتين في الاسبوع خلاص. وطبعا بعد التقشير لازم تعملي ترطيب جيد للبشرة، اللي هو مثلا ممكن تحطي زيت، تحطي كريم. اهم حاجة ان انت لازم تعملي بعد التقشير ترطيب. وطبعا من اهم الزيوت اللي هي مناسبة جدا للبشرة اهمها زيت اللافندر. زيت اللافندر ده يا جماعه بالنسبه للستات مهم جدا جدا، هو بيعمل استرخاء جميل قوي للجسم. طبعا بعد يوم شق طويل جدا وتعب وارهاق، ممكن تستخدمي زيت اللافندر ده في حمامك، ممكن تحطيه في حمام دافي وتقعدي فيه، ويعني بيعمل استرخاء حلو قوي. وممكن كمان تستخدميه للاطفال على فكره، بينيمهم بطريقه فظيعه، دي معلومه مهمه جدا. يعني زيت اللافندر بيدي استرخاء جميل قوي، تمام، وممكن تستخدميه عادي على بشرتك ما فيهاش اي مشكله. وكمان معانا زيت السمسم، ومن اهم طبعا الزيوت اللي احنا كلنا عارفينها زيت الزيتون. زيت الزيتون اللي احنا ممكن بنعمله برضو بندخله برضو في اكلاتنا، زي ما بتشوفوا احنا دايما بنستخدم زيت الزيتون في اكلاتنا الصحيه، برضو زيت الزيتون معانا على بشرتنا مهم قوي قوي ومفيد قوي للبشره الدهنيه كمان، بالذات في فصل الشتاء، لان ساعات البشره الدهنيه بتفقد زيوتها في فصل الشتاء، تمام. ويا ريت ما يكونش فيه مثلا لو انت هتستخدمي زيت الزيتون يكون الزيت يكون لوحده، يعني هو مرطب مش محتاج اي حاجه، انت بس يعني خديه كده بعد حمامك ادهني بيه كل جسمك، هيبقى جسمك رطب وبشرتك رطبه وتحسي بانتعاش. طيب وكمان معانا زيت الافوكادو. زيت الافوكادو ده في ناس كتير قوي ما تعرفوش، هو مهم. وبرده انا قلت قبل كده ماسك عن زيت الافوكادو، الافوكادو نفسه عملت لكم فيه ماسك برده هتلاقوه على صفحه البرنامج، ادخلوا شوفوه.
احنا معانا كمان من اهم الحاجات ان احنا زي ما هنستخدم الزيوت ونستخدم الترطيب والسكرابات برضو. في اتصال؟ ماشي. مين؟ ميار. اهلا وسهلا، اتفضلي. الو، اهلا. انا ممكن اسال بس عن البشره اللي فيها حبوب كتير في الشتاء؟ ايه، انا مش سامعه حاجه، انا مش سامعه. البشره فيها حبوب كتير. طيب طيب احنا بس لازم نعرف الاول كويس قوي معيار ان البشره دي، الحبوب دي، هل هي حبوب حب شباب ولا حبوب عاديه؟ انا ممكن اتعرض مثلا لبكتيريا ببشرتي والاقي مثلا حبوب طلعت لي كده عاديه، يعني ممكن تيجي وتروح، ان ممكن تروح بالماسكات، ولا هي حبوب المفروض ان هي تتعالج؟ فانت كان لازم تقولي لي ان الحبوب دي ايه. انا مش عارفه، لو قدرتي تتصلي تاني معلش عشان اعرف الحبوب دي ايه. لان لو هي حبوب عاديه ممكن تستخدمي ماسك القرفه. انا قلت قبل كده ماسك القرفه بالعسل ده مهم جدا وممتاز للحبوب، يعني كمان فوق الممتاز، هو كان لحبوب المراهقه او الحبوب العاديه. خلاص نرجع بقى تاني لبشرتك والاهتمام ببشرتك. ما تنسيش خالص الترطيب، الترطيب مهم جدا جدا لبشرتك. حاولي تقللي من الميك اب، لان الميك اب هو مش هيضرك، بس حاولي تقللي عشان هو ممكن ينشف بشرتك اكتر. خلاص حاولي برضو تستخدمي ماركات كويسة زي ما قلت قبل كده في حلقات قبل كده، استخدمي ماركات كويسة. حاولي ان انتي تشوفي بشرتك هل هي دهنية، جافة، حساسة. تمام، ولو اي سؤال او عايزين اي وصفات او اي اسئلة تبعتولي طبعا على صفحة البرنامج او على صفحتي الشخصية، هرد عليكم بنفسي. وطبعا ما تنسوش هاشتاج البيت مشاركة اللي احنا اطلقناه من حلقتين. وانا بشكر كل اللي بعتولي على صفحة البرنامج وعلى صفحتي الشخصية البيت مشاركة ومشاركتكم مع ازواجكم، وبنشكر كل ازواج. واحنا طبعا بنعتذر عن تقديم فقرة المطبخ النهاردة لظروف خارجة عن ارادتنا. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. واسيبكم مع فاصل. مع السلامة.